هلو هلو، ويلكم. امبارح نزلت الباك الجديدة، الجيم باك الجديدة ماي ويدنج ستوريز، ومرة مرة متحمسة اتفرج على كل الايتمز الجديدة اللي جاية معاها. وطبعا اول حاجة هبدأ بيها الفول بودي اوتفيتس بتاعتي الفيميل عشان اتفرج على الفساتين، because oh my god I'm so excited. ده اول اوتفيت موجود بتاع اللي بيبيعوا الفلاورز او بوكيت ورد بتاع الفرح وكده. ده اول فستان، oh my god beautiful beautiful. استعدوا من دلوقتي ان انا هقعد اكرر نفس الكلام في كل الفساتين اللي هتفرج عليها او كل الاوتفيتس بشكل عام. شوفوا هنا الرينبو ازاي شكله حلو، غير الالوان الرينبوز الجديده اللي ضافوها في البيس جيم. هنا مره الرينبو مره مره ظابطينه. فستان رقم 2، فيري نايس فيري بيوتيفول، برضو الوان فيري كيوت فيري نايس. او ماي جاد، مش عاد الف على كل الالوان في كل الاوتفيتس، وهتعرفوا انه الالوان بتاعت اغلب الحاجات فيري فيري كيوت. الاوتفيت دوت من الثقافه الهنديه المفروض، والفيل او الطرحه او وات ايفر مشبوك فيه. وكمان ستايل الشعر، يعني الاوتفيت ده بيجي معاه ستايل الشعر والفيل مع الاوتفيت مع بعض. وبعدين عندنا this beautiful بدله، او ماي جاد I am so freaking excited لكل البدل والحاجات. واو beautiful beautiful، وبرضه beautiful colors، وكل حاجه فيها perfect بصراحه. ده بتاع اللي بيبيعوا الكيك، سو عندنا اللي بيبيعوا الفلاور وعندنا اللي بيبيعوا الكيك، very nice. الغريب في الموضوع بتاع الفلاورز هو just one color او لون واحد، انما بتاع الكيك في منه الوان. love البينك بتاعه، this beautiful oh my god beautiful beautiful فستان. الحلو فيه انه هو مقفول خالص من فوق ومن كل مكان. خليني اشيل الاكسسوارز لانه كمان هيتناسب قوي مع الهات الجديده اللي جايه مع الباك، على شكل you know طرحه او غطا راس او whatever. مره مره متماشين مع بعض، طبعا حاطينهم على اساس يتناسبوا مع الثقافه العربيه اكتر، which is very very nice. برضو الوان مختلفه، very cute very nice love it love it so much. والفستان اللي بعده very nice. I love انه في فساتين كتير في الباك، مش بس يناسبوا الاعراس والافراح بس يناسبوا اي مناسبة، سواء فورمال او بارتي او كده، ممكن يتلبسوا في حاجات معينة. I love الفستان ده انه هو في منه سواتشز فيها التطريز وفي منه سواتشز سادة. شوفوا والله كمية الفخامة دي، oh my god I love it so much. ال one piece دوت I love it so much. في جاي منها نسختين، نسخة بالكيب او whatever القطعة اللي ورا، ونسخة من غير. love it love it so much. وبرضو الألوان بتاعتها very cute very nice love so much. وبعدين الفستان دوت very very cute برضو، حاسه أكثر حاجة هينفع صحاب العروسة أو you know مناسبات تانية، إنما مش قوي إنه هو فستان فرح يعني، but very cute love it. وبعدين we have this beautiful فستان. أساسا الفستان ده لما شفته في الصور التسريب الأولاني خالص بتاع الباك مرة مرة شدني، beautiful beautiful فستان، وحبيت قوي برضو تفصيل الفتحة اللي فيه but you know مقفولة من جوا، love it so much. بعدين we have this beautiful برضو فستان. بصوا يعني كل الفساتين اللي هنشوفها بدي اقول لكم ياو، بصوا على beautiful فستان. عن جد ابدعوا في الملابس في الباك ديت، very very nice look at this wow. بعدين عندنا الفستان الناعم ده، very very nice very cute برضو، حاسة ينفع اكتر حاجة لصحاب العروسة والكلام ده كله. وبعدين عندنا this beautiful thingy من الثقافة الهندية، very very nice love it so much. and then we have this oh my god this one though I love 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 so much. مرة مرة حبيت الستايل بتاعه، وبرضو الألوان بتاعته very cute very nice. حبيت البينك في كل الفساتين، حاسة البينك I don't know دايما البينك مميز في كل حاجة. oh my god it's perfect I love it so freaking much. oh my god البلو بتاعه wow fantastic fan freaking tastic. بعدين عندنا واحد تاني من الفساتين very simple، ينفع لمناسبات كتير، ينفع حتى لل everyday outfit. لو هنعمل سيمب تحب تلبس فساتين في كل الاوتفيت بتاعتها، يبقى مرة مرة بسيط مرة simple، ينفع لحاجات كتير. وبعدين we have this one، حبيت قوي التطريز اللي عليه والورود، وحبيت شكل الباك بتاعه او شكله من ورا. في هنا discoloration غريب حاصل، مش باين قوي في كل الالوان. المهم very nice colors very very beautiful indeed. بعدين oh my god البدلة دي واوز، عن جد واوز. هي البدلة المفضلة for me now في الجيم كلها، رهيبة رهيبة بكل ما تعنيه الكلمة، فعلا رائعة عن جد. I love it love it love it so 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 much. بعدين عندنا الفستان دوت، حاسة السايل بتاعه قديم شويتين، برضو هينفع لسيمز معينين وقصص معينة. في حاجة غريبة حاصلة عندي في الفساتين، مش عارفة هي من ماد ولا من ايه بالظبط، but whatever. المهم الفستان شكله حلو. اوه حبيت قوي اللون ده، very very
very nice. Loves, 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 loves so much. Ooh, تداول بلاك بتاعه مرة مرة فخ. ينفع لمناسبة رسمية أو كده. مش لازم أفراح يعني. Very, very nice. وده شفناه already. وبعدين أخيرا عندنا الفستان دوت. Very cute. حاسة إنه هو أقل واحد عجبني في الحاجات كلها. But I'm sure إنه هيعجب ناس اللي بيحبوا الستايل دوت من الحاجات. وبعدين البوتمز عندنا just واحد. Just تنورة واحدة أو جيبة واحدة. تتناسب مع التوب. الاثنين المفروض يتماشوا مع بعض وجايين بنفس الالوان وكذا. Very cute. حلوين صراحه. حبيت التفاصيل اللي فيهم, خصوصا التفاصيل بتاع you know انه هو 3D مش مرسوم وخلاص. Very very nice. وكمان ينفعوا you know as a top على جينز او حاجه. Very cute. مش لازم يعني يتلبسوا مع بعض. السوت جاكيت دوت يتلبس مع اي pants. حبيت صراحه انه هم ضايفين بدل كتير للفيميلز. I love. اوه حبيت. خلينا نشيل. مش متماشين مع بعض but wow. بعض الالوان اللي فيه واو عن جد واو. لاف لاف لاف. سو منه حاجات كله ساده. في منه تاي هي اللي ملونه او فيها تشجير او كده. في منه الجاكيت هو اللي مشجر. فيري فيري نايس. لاف 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 سو ماتش. وبعدين بالنسبه للاكسسوارز عندنا الاساور طبعا هتتماشى اكثر مع الاوتفيتس بتاعه الثقافه الهنديه. فيري فيري نايس. لاف ات لاف ات. واحده من الاي دي واحده من الاي دي برضه نفس الالوان. فيري كيوت فيري لافلي. قفازات بيضاء عشان يو نو العروسه وفستان الفرح والكلام ده كله. لاف انه فيهم ديتيلز في بعض الالوان مش بتبان التفاصيل اللي فيهم قوي. فيري فيري كيوت. وبعدين الخواتم بقى. الخواتم للاسف مش هيبانوا الا لما ندخل على الضوافر. خلينا نتفرج على الضوافر بالمره. سو ضافوا ضوافر جديد. ضافوا ضوافر جديده. فيري فيري كيوت. اي لاف انه الميدل فينجر او الصباع الاوسط شكله مختلف عن الباقيين. حبيت صراحه الضوافر دي. اي جاست لاف كل الضوافر اللي الصايرين بيضيفوها مؤخرا. عن جد كلهم رائعين بصراحه. سو ده اول خاتم. فيري نايس. كانهم خاتمين ورا بعض او حاجه زي كده. اوه نايس. حبيت صراحه الستايل بتاعه مختلف يو نو. بدل ما يكون كريستال كده عاديه وخلاص يو نو. فيري سمبل باند كده وخلاص. فيري فيري نايس. او يا ده هو الكريستال الفخمه الكبيره. فيري فيري نايس. وام شور برضو انه فيهم الوان كتير بس طبعا مش هنعرف نشوف قوي الالوان الا لو قعدت تدخل في كل لون على الضوافر. بالنسبه للشوز للفيميلز this shoes very very nice. I love لما بيضيفوا flats because you know مريحين. هم اكثر حاجه مريحه في الحياه. او I love البينك. بينك مع الوايت. وطبعا في منهم ابيض ساده وفي منه اسود ساده. وبعدين عندنا this one برضو البينك اللي فيه مميز. I love البينك في كل حاجه صراحه. love 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 so much. في ثلاثه سايد لوكس للفيميل. this one this one very very nice. او حاطين مع الشوز ده نايس نايس نايس. بعدين اخيرا حاطين الاوتفيت ده الاساور مع الحلق ومع الدنيا كلها. فيري فيري كيوت. هلبسها الفستان دوت وعشان نتفرج على الميك اب والاكسسوارز الجديده اللي ضافوها. اولا هتفرج على الشعر لانه يو نو في شعرات كتير جديده برضو. فيري فيري نايس. حبيت قوي التكتشر بتاعه وحبيت قوي برضو المشبك اللي فيه شكله فيري فخم. فيري نايس. للاسف المشبك بيتغير يو نو زي كل حاجات اكسسوارز الشعر في سمس فور. المشبك جزء من الشعر سو بيتغير لونه بتغير لون الشعر نفسه انما ما تقدرش تغير لونه على حدا. Which is very sad but whatever. بعدين عندنا this beautiful beautiful hair. برضو في نفس مشكلة ان الاكسسوارز الشبكة فيه ما نقدرش نغير الاكسسوارز على حدا. But you know لونهم بيتغير مع تغير لون الشعر نفسه which is nice. وبعدين we have this beautiful short hair. Oh, I love it love it love love. برضو نفس مشكلة you know الاكسسوارز الشبك فيه which is a bit sad. نفسي صراحة يغيروا القصة دي. So الشعر ده في منه ثلاث نسخ. واحد من غير الفيل خالص. واحد الفيل دايما ابيض مهما غيرنا لون الشعر عشان يتناسب منه مع الفرح. واحد الفيل بيتغير مع تغير لون الشعر. مش عارفه على اي اساس بيختاروا الكومبينيشن الالوان مع الشعر. المفروض اللون يتماشى مع اللبس مش مع الشعر. But whatever whatever you know Sims 4 Sims 4 things. وبالنسبه للهات في بس الهات الوحيده دي شفناها already. بالنسبه للاكسسوارز بقى او ماي جاد في كميه اكسسوارز كثيره. الحلق الرائع دوت او ماي جاد فيري كيوت. طبعا البينك فيري نايس. وفي منه ابيض ساده في منه اسود ساده. بعدين عندنا this thingy كواليتي بتاعته عن جد واو. تفاصيل مره مره كثيره بتحبيت صراحه. فيري نايس. واضح انه متعوب عليه وعاملينه الكواليتي بتاعته مظبوطه عاملينه كويس يعني which is nice. different colors برضه very cute and beautiful. حلق دوت بكل الالوان المختلفه اللي فيه. very very nice very cute. السلسله oh my god I love السلسله. حاسه ان هي تبقى واحده من الفيفورتس بتوعي خصوصا كنت اقول لكم خصوصا ان هي طويله شويتين but طايره
السلسلة طايرة. Oh my god, at least من قدام شكلها حلو, you know, very very cute. طبعا في منها نسخة أبيض بس. بعدين عندنا الأشياء دول, مش عارفة هم اسمهم إيه, but you know decorations وخلاص, very cute. برضو ألوان مختلفة لكل واحد منهم, very nice. هيبوا حلوين قوي لما على بدل, you know, very cute. I love إنه حطوا منها كذا style, you know. وبعدين بالنسبة بقى للميك اب الجديد, so ضافوا آي شادو وآي لاينر. الآي شادو is very very cute, في glitter. Oh my god, الآي شادو عن جد هيبقى ده واحد من أفضل الآي شادوز for me in game. بتخلوني أشيل you know بين قوسين الرموش بتاعتها الأول عشان يبان بكل التفاصيل بتاعته. Oh I love, I love كمية النعومة اللي فيه والتفاصيل اللي فيه والألوان, very cute, love and love so much. واو, لو شلنا الآي شادو عشان يبان الآي لاينر بشكل أفضل, very nice. حبيت برضو حركته إن هو wing من فوق وwing من تحت وبينهم مسافة صغيرة, love love love, شكله very modern. وحبيت برضو الألوان المختلفة اللي فيه, very very cute. وده كده كل حاجة انضافت للأدلت فيميلز. بالنسبة للميلز بقى, نفس الأوتفيت بتاع اللي بيبيع الورد ونفس الأوتفيت بتاع اللي بيبيع الكيك, نفس البدلة اللي انضافت للفيميلز, which is you know حلو إن هم ضايفين منها نسختين للميلز والفيميلز, والاتنين ضبطين على أجسام السيمز. أتليس أنا مش شايفة يعني حاجات غريبة فيهم. This beautiful بدلة, حبيت الستايل بتاعها. في بعض السواتشز حاسة إن هي يعني عبيطة شويتين, but it's cool, it's cute. وبعدين we have this beautiful stylish بدلة, حبيت صراحة البدلة دي. مش كل الألوان فيها عجباني, يعني مثلا الكومبينيشن ده مش عجبني قوي, يا اللي فيها لونين مش عجبني قوي, but اللي زي كده اللون السادة اللي زي كده very very cute, love love love. بعدين we have this one من الثقافة الصينية, حلوة التفاصيل اللي فيه, you know, this one من الثقافة الهندية, برضو حلوة التطريز اللي فيه والحركات, very cute. حبيت برضو الألوان اللي فيه, oh my god the pink though, very cute. We have this one, ooh برضو البينك فيه nice, ooh في بعضه ombre colors, very cute, loves. وبعدين we have this beautiful outfit, حبيت صراحة عنها, very cute. ooh بعضه البوتاي فيها تشجير, oh I love صراحة, حبيت مرة, very very cute, loves. I love انه في منه كله أسود, yeah, وفي منه كله أبيض. دوت في منه ثلاثة versions, واحد من غير الهات. طبعا ده واحد من outfits اللي بقى كامل, اللي بيبقى كامل بالشوز بتاعته. في منه نسخة من غير الهات, في منه نسخة بالهات بالشكل ده, وفي منه نسخة بالهات بالشكل دوت, very nice. ضافوا شوز واحد رسمي, I love the style بتاعه, I love, very nice. طبعا classic black هو أحسن واحد فيهم, خاتم فقط. أو yeah, ضافوا one bottom, بطلون رسمي, I love 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 شكله, very modern, very nice, very cute, love it love it. والtops بقى في دوت, مش عارفة المفروض يتماشى مع نفس البنطلون ده يعني ولا ايه, مش عارف. المهم بعدين بقى في البدلة, البدلة في منها you know ثلاث مراحل, so في الجاكيت بالتاي تحتي وكل حاجة تمام وكل حاجة قشطة, وبعدين يو قلع الجاكيت وساب الفيست تحتي, oh my god the pink, very nice. وبعدين بعدها بفترة قام شال الفيست كله وفك التاي كمان, والقميص اتفتح شوية منه خلال اليوم, عمالة تتغير مراحل البدلة. I love 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 الحركة, اتمنى صراحة يعملوا حركات زي كده اكتر في حاجات تانية في المستقبل, لانه عن جد so good. في two side looks, مظبطين الاثنين دول مع بعض, ومظبطين الاثنين دول مع بعض, very nice very cute. وبالنسبة للشعر ضافوا شعر واحد, very nice, حبيت صراحة الكواليتي بتاعه. yeah مؤخرا الكلام ده بقوله كل مرة, but مؤخرا الكواليتي بتاع مش بس الشعر, الشعر والملابس او اغلب الشعر والملابس very good very nice. الاكسسوريز هم نفسهم بتوع, او مش هيظهروا هنا, او اوكي اوكي, سو مش بيظهروا على كل التوبس, ومش ضبطين قوي حتى على البدلة. Interesting, very very interesting. I think ان هم مصممين على اساس الفساتين, والله اني مش عارف صراحة. But وده كده كل حاجات بتاعت الادلز. بالنسبة للchildren, الفيميز ضف لهم فستانين, very cute, حبيت قوي الحركة اللي في الظهر, oh my god, وكمان التفصيلة الصغيرة دي الفيونكا والخرستين اللي فيهم, beautiful beautiful فستان عن جد رائع. والبينك, oh my god,
very nice. بعدين عندنا this one very very nice برضو حبيت. wait خلينا نغير الشعر عشان يبان التفاصيل كلها أو نتفرج على الشعرات الأول. so ضفرهم نفس الشعرات بتاعت الميز كل الستايلز تقريبا كل السايز ما عدا you know الفيل وبتاع. نرجع للفستان القلب اللي فيه من ورا oh my god the cutest beautiful colors وبرضو البينك مرة مرة مميز. actually الوايت في الفستان ده مميز أكتر أو حتى اللي فيهم لونين very very cute love so much. oh this one is nice الأبيض مع الأحمر wow beautiful beautiful وستايل لوك واحد. بالنسبة للميل بويز نضفرهم نفس الشعر اللي نضاف للأدلت just one full body outfit البدلة cute ديت oh my god بالبوتاي very very nice طبعا لازم أبص على البينك oh my god love 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 so much ستايل لوك واحد باستخدام البدلة دي نفسها. وبالنسبة للتودلرز اثنين full body outfits للميلز والفيميلز but you know toddlers so مش هتفرق كتير oh my god this is so freaking cute I love it so much. نسختين البينك منها الاثنين رائعين صراحة طبعا كل الألوان الثانية very cute وفي منها أبيض رمادي وبعدين في أسود love 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 so much وبعدين في الفستان دوت oh my god بالتفاصيل اللي فيه الجليتر من فوق والوردتين oh my god that's beautiful love 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 البينك oh my god so freaking cute wow وبرضو السواتش ده الأبيض مع الورد الذهبي wow 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 so good oh ما حطوا لهمش ستايل لوكس خالص interesting نفس الشعرات بتاعت الأدلتس أو بعضهم يعني very cute but yeah ده كده كل حاجة في كاس أو في كريت السم في pack my wedding stories. هعمل حاجات build by في فيديو تاني عشان ما يبقاش الفيديو طويل قوي إن شاء الله ترقبوا في الأيام الجاية فيديو تاني عن حاجات build by والعالم الجديد تورتوزا والكلام ده كله but yeah hopefully يكون الفيديو عجبكم في تكونوا استمتعتم ما تنسوش تعملوا like share subscribe and all that وأشوفكم مرة جاية إن شاء الله bye.